بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وانتهينا من خواطرنا حول هذه الآية أن الله يعرض علينا صورا من صور ما يستقبل الدعوة الإسلامية في أول عهدها من الذين ينافقون واقعها القوي، فيأتون بأقوال تعجب ويأتون بأفعال تعجب أيضا من ينافق. وقلنا إن النفاق كان ظاهرة صحية قوية للإيمان، ولذلك لم ينشأ النفاق في مكة وإنما نشأ في المدينة، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. ربما يتهيأ لواحد أن يقول: وكيف تظهر هذه الظاهرة في البيئة الإيمانية القوية في المدينة؟ نقول له: لأن الإسلام في مكة كان ضعيفا، والضعيف لا ينافق، والإسلام في المدينة أصبح قويا، والقوي هو الذي ينافق. إذن فوجود النفاق في المدينة كان ظاهرة صحية، يدل على أن الإسلام أصبح قويا بحيث يدعيه من ليس عنده الإسلام. هؤلاء كانوا يقولون قولا حسنا جميلا، وقد يفعلون أمام من ينافقونه فعلا يعجب من ينافق، فلا يقتصر النفاق على أن يكونوا، بل أيضا هم يفعلون الفعل الذي يعجب من ينافقونه، ولكنهم لا يثبتون على حقيقتهم، فإذا ما تولوا يعني اختفوا عن أنظار من ينافقونه رجعوا إلى أصلهم الكفري، أو إذا اؤتمنوا على شيء يسعون في الأرض فساد. قلنا إنه يجب أن نفهم أن قول الحق سبحانه وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، تكلمنا على أن الأصل في خلق الأرض أنها على هيئة الصلاح، فمن لم يجد في إصلاحها فلا يفسد الصالح فيها. هنا الآيات تتعرض لشيء يدل على فطنة المؤمنين، لأن الآية فضحت من نافق وكان عمدة في هذا النفاق وهو الأخنس، وفضيحة المنافق هذه الفضيحة تدل على أن وراء محمد ووراء المؤمنين بمحمد ربا يخبرهم بمن يدلس عليه، وأيضا يجب أن تكون لهم فطنة بدليل قول الحق: وإذا قيل له اتق الله، ولا يقال له اتق الله إلا إذا كان قد عرف، وإلا فكيف يقال له اتق الله؟ هو ينافق، فلما ينافق جماعة يقولوا له اتق الله، يبقى مدام قالوا له اتق الله يبقى معنى ذلك إيه؟ أن فطنتهم لم يجز عليها هذا النفاق. وده يعطينا أن المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن، لا بد أن ينظر إلى الأشياء بمعيار اليقظة العقلية، ولا يدع نفسه لمجرد الصفاء الرباني ليعطيه القضية، بل يريد أن يكون لهم إيه؟ ذاتية وقياسة. وإذا قيل له اتق الله، فكأن المظهر الذي يقوله أو يفعل به ينافي التقوى. طب إذا كان بيقول قل معجب، فما الذي لا يعجب في هذا؟ نقول: لأنه قول معجب
لا ينسجم مع باطن غير معجب. القول المعجب صحيح كويس وحيعمل اعمال كويسه، يصلي في الصف الاول، يتحمس لقضايا الدين، فكيف يقال لمن صلى في الصف الاول او قال قولا جميلا يعجب النبي ويعجب المؤمنين، كيف يقال له اتق الله؟ يعني اتق الله وليكن ظاهرك موافقا لباطنك. اتق الله وليكن ظاهرك موافق، ما يكفيش ان تقول قل يعجبني، ولا يكفيش ان تفعل فعل يعجبني صحيح. ليه؟ لانني احب ان يكون القول منسجما مع الفعل، وفعل جوارحك منسجم مع نيات قلبك. فعل جوارحك منسجم مع نيات قلبك. ولذلك قلنا سابقا في قول الحق سبحانه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. بالله ده كلام جميل ولا لا؟ هذا كلام جميل وهذا هو المطلوب، نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله. وبعدين يقول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. كيف يكونوا كاذبين مع انهم قالوا نشهد انك لرسول الله والله يقول وانا اعلم انك رسول الله؟ اذا فمنطقهم لم يخالف معلوم الله، ومع ذلك يقول والله يشهد ان الايه لكاذبون. إذن فلا يعني أن القول المعجب ولا الفعل المعجب يعجب الإنسان إذا لم يكن الفعل مصادقا للنية في الفعل، فعل مصادق. ويقول بقى يقول طيب لكن كيف يكذبهم الله يقول والله يشهد أن المنافقين لكذب مع أنهم قالوا نشهد أنك لرسول الله؟ هل هذه القضية فيها كذب؟ ده هي حقيقة بس هو مش قال لك لأن الشهادة معناها أننا نقول قولا تواطئ قلوبنا فيه ألسنتنا. فهو يكذبهم لا في قولهم إنك لرسول الله، ولكن في قولهم نشهد، ولكن في قولهم إيه نشهد. إنما إنك لرسول الله صح، إنما هل هم بيشهدوا بها صحيح؟ يبقى التكذيب لإيه؟ لمقول للشهادة في إنك لرسول الله، ولا قولهم نشهد إنك لرسول الله نشهد. يبقى إذن المؤمن لازم يكون عنده إيه؟ فطنة، لازم يكون عنده ذكاء، لازم يكون عنده ألمعية، ويشوف تصرفات الإيه؟ المقابل له، فما يخدش بظاهر الأمر ولا بمعصول القول ولا بالفعل إن لم يصادف فيه انسجام فعل مع انسجام نية. وإذا قيل له طب وإذا عرف ذلك أيكتفي أن يعرف ولا لابد أن يقول؟ وإذا قيل له اتق الله لازم يقول له. ليه؟ حتى يقصر على المنافق أمد النفاق، لأنه لما يقول له يقوم يفهم أنه تفقس، يقوم يقصر عليه أمد النفاق ويقول له انكشفت، احم، فهمناك. يقوم إذا قصر عليه أمد النفاق لعله يرتجع عن النفاق، لعله لا يتمادى فيه. يبقى برضو شوف رحمة المؤمن حتى بالمنافق، رحمة المؤمن حتى بالمنافق. وإذا قيل له، وكلمة إذا قيل من اللي يقوله؟ كل من يتأتى منه القول، كل من يلمح بذكائه في تصرفه نفاقا يقول له إيه؟ ولذلك إذا قيل له، مش قال إذا قال فلان أو علان أو أبدا، إذا قيل له. يبقى مجرد أن يقول أن يقال لا يهمنا من يقول، بل المراد أن كل من يفضح نفاقه يقول له اتق الله. فإذا قال له اتق الله وهذا قال له اتق الله وهذا، يقول لك إذا النفاق ما عادش انكشفني، ما عادش ينفع النفاق بقى كده ولا لا؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم. شوف القيد، أخذته العزة بالاسم. تقييد العزة بأنها بالاسم يفيد أن العزة قد تكون بغير اسم كده ولا لا؟ مدام قال أخذته العزة بالاسم نقول لك أيوة، لأن العزة مطلوبة. ليه؟ لأن ربنا حكم بالعزة لنفسه وللرسول وللمؤمنين. إنما هل هي العزة بالاسم ولا العزة بالحق؟ إيه العزة بالحق تبقى وإيه العزة بالاسم تبقى؟ تيجي إزاي؟ أما قال لك يا أخي استعرض القرآن،
ألم يقل سحرة فرعون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون؟ هذه عزة بالاسم وبالكذب، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. دي عزة كاذبة ولا مش كاذبة؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون. دي هي العزة الايه؟ العزة الحقيقية. تبقى ما هي العزة؟ العزة هي القوة التي تغلب ولا تغلب. دي عزة اسمها ايه؟ عزة بحق مش عزة بالايه. يبقى العزة بالاسم هي ألفة الكبرياء، مكرونة بالذنب ومكرونة بالمعصية. والحق سبحانه وتعالى يقول لكل من يريد هذا اللون من العزة بالاسم، يقول لهم كنت صحيح عندك عزة محدش يقوى عليك، ولكن يلي قلتم في صح يا سحرة فرعون بعزة فرعون إنا لنحن الايه، انتم اللي خريتوا سجدا لموسى. مش كده ولا لا؟ هم قالوا كده. تبقى مش بعزة فرعون، تبقى لما قلتم امنا برب مين؟ موسى وهارون. يبقى دي العزة هنا اللي غلبت، مع انكم دخلتم المعركة متلبسين بعزة بالاسم. خلاص؟ فكيف جاءت العزة بالحق فغلبت العزة بالاسم؟ العزة بالحق غلبت ايه؟ العزة بالاسم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يبين لنا العزة، يقول لك العزة دي عشان ما تبقاش بالاسم تبقى عزة على الكافر بالله، انما تكون ذلة على المؤمن بالله. شوف، اعزة على الايه؟ على الكافر. ذلة على المؤمن، اعزة على مين؟ على الكافرين. شوف الثالث، اشداء على الايه؟ رحماء. تبقى دي دليل العزة من ايه؟ العزة بالحق، مش العزة بالايه؟ بالاسم. العزة بالحق انك، ما احنا قلنا العزة هي القوة التي تغلب ولا تغلب. علامتها انها ساعة تغلب تكون في منتهى الانكسار. ساعة تغلب يوم يقول دي صحيح عزة بالحق دي. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الذي خرج من مكة لأنه لم يستطع أن يحمي الضعفاء من المؤمنين، وبعد ذلك يعود إلى مكة فاتحا بنصر الله والفتح، يدخل ورأسه يكاد يمس قربوس سرجه. تلك هي العزة. ولكن العزة بالاسم إن غلبت تطغى، والعزة بالحق إن غلبت تتواضع. العزة بالحق إن غلبت تتواضع. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة الأنفة والكبرياء مكرونة بإيه؟ بالإسم، والإسم هو المخالف للمأمور به من الحق سبحانه وتعالى. فحسبه جهنم، فحسبه جهنم. نقول له يا سلام، ما هي هذه العزة التي تقودك في النهاية إلى النار؟ ودي تبقى عزة دي. قلنا لا خير في خير بعده النار، مش كده؟ ولا شر في شر بعده الجنة، مش كده؟ فان كنت بقى عايز تبقى عزيز وبتاع وحاجات زي دي، يبقى حكايه النار دي هتدك عزتك ولا لا؟ يبقى يكفي في دك عزته ان يذهب الى ايه؟ الى النار. حسبه يكفيه هذا، يكفي هذا فضيحه لعزته بالايه؟ فضيحه لعزته بالاسم. وبعد ذلك يقول يحسبه جهنم وبئس المهاد. كلمة مهاد دي إذا سمعتها معناها شيء موطأ، شيء ممهد يعني موطأ، يعني مريح في القعدة، مريح في المشي، مريح في الإقامة، شيء وطيء يعني. ولذلك يسمون فراش الطفل إيه؟ المهد، شيء ممهد. طب
أهذا يناسب العذاب؟ شيء ممهد؟ نقول له يا سلام عليه لما أقولك كده فبئسه فحسبه جهنم وبئس المهاد، لأن الذي يجلس في المهاد لا إرادة له في أن يخرج منه، ما عندوش قوة يقدر لا يروح حينه، زي الطفل لا حينه ما عندوش قدرة يقدر حتى إن أرصده حية ما يقدرش يعمل حاجة. إذن فقد فقد إرادته واختياره وسيطرته على أبعاده. مسألة يعني إن كان المهاد بقى في النار يبقى ده مهاد إيه الشكل ده؟ يبقى بئس المهاد صح؟ بئس الإيه؟ بئس المهاد. هذا لون من الناس يريد الله أن يعطينا لونا آخر من الناس. قال إن كان من الناس كذا من يعجبك قوله وقصته كيت وكيت وكيت، فمن الناس صنف آخر يقابل ذلك، من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاته. هذا هو الصنف الايه المقابل. الله سبحانه وتعالى ساعات يستعمل كلمة يشري. يشري دي من يقول لك من الافعال التي تستعمل في الشيء ومقابله. شرى يعني باع، ما تفتكرش شرى يعني اشترى، وتستعمل شرى بمعنى اشترى برضه. يبقى شرى دي اللي هي اللي مكونة من الشيء ومن الرب ومن الالف المرسومه ايه يفدم معنى ايه؟ لا معنى إيه؟ اقرا ان شئت في سوره يوسف قول الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس. هو بيتكلم عن مين؟ عن من اشترى. ده هو هيقول وقال الذي اشتراه، يبقى شروه لمين؟ للي باع. وشروه بثمن ايه؟ بخس، دراهم ايه معدوده. لما جه السيارة وبعدين جه الوالد بتاعه المؤذلة دلوه وقال يا بشرى ايه هذا غلام، واسروه ايه وكانوا فيه وشروه يعني باعوه، لان هم اللي جابوه من الجد، يبقى هم اللي باعوه بدليل وقال الذي اشترى. يبقى شرى هنا بمعنى ايه؟ باع. وتأتي ايضا بمعنى اشترى. الشاعر العربي القديم مثلا عنتره يقول لك فخاض غمارها وشرى وباع. يبقى شرى بمعنى ايه هنا؟ اشترى بقى ما دام قال شرى وايه؟ يبقى اذا شرى لغة تستعمل في ايه؟ معنى ايه؟ اما ان تكون بمعنى باع، واما ان تكون بمعنى ايه؟ بمعنى اشترى. السياق بقى والقرينة هي اللي ايه؟ ولذلك في الشعر لما قلنا فشرى وباع قلنا ما دامت جت في مقابل باع يبقى هي معناها ايه؟ لانه مش هيقول باع وباع مش كده؟ وشروه بثمن بخس، السياق يؤكد انها ايه؟ دي من عظمة اللغة، لانها تريد اناسا يستقبلون اللفظ بعقل ويخلي السياق كده يتحكم، يوم اللفظ يبقى واحد يقول لك لكن السياق كده جابه هنا، السياق جابه هنا. ولذلك كان العربي السياق ده هو اللي يحكم على الله المسألة. حتى لما جابوا الواحد لا يحفظ القرآن قرآن، والقرآن كان زمان غير منقوط، يعني البيه زي اليه زي النون زي التاه زي الثين مش كده ولا لا، والحاء زي الخاء، والدال زي الايه، والريه زي الزين، والصاد ما فيش نقص يعني. والعربي بملكته وسليقته هو الذي ايه يعين اللفظ المطلوب هنا. لما جابوا له المصحف كده غير منقوط وقالوا له طب اقرا كده اما نشوف، فجابوا له ايه قال عذابي اصيب به، ما هو مش حافظ، ودي ما فيش لسين ما فيش على نقط، فقال عذابي اصيب به من اساء. ماشي ولا لا؟ ما بعدش ولا بعد؟ طيب صبغه الله مش ما عليهاش نقط، أم قال صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة، يبقى بعيد ولا بعيد؟ يبقى برضو السياق اداله إيه؟ إذن فاللغة العربية تتميز. يقول لك واحد طب وإيه لزوم المشترك اللفظ ده يجي في اللغة؟ يقول لك دي علشان يقول لي لمتكلم اللغة لازم تكون عندك عقل كده وتشوف السياق هيقول لك إيه هنا، السياق ده هيجيب إيه، والسياق ده يجيب إيه، والسياق ده يجيب إيه، مش تستاخد الألفاظ كده. فكلمة شرى تستعمل بمعنى ايه؟ باع، وتستعمل بمعنى اشترى.
ومن الناس من يشري نفسه. طيب يشري نفسه هناخدها بمعنى باع. يشري نفسه يعني ايه؟ يبيع نفسه. يبقى نفسه تبقى مفقودة ولا مش كده؟ مفقودة. يبقى ده اللي بيجود بالشهادة مش كده؟ يبقى ده اللي بيجود بايه او بكلمة المعروف كده، وواحد يروح قتله، يبقى كأنه باع نفسه وخد الايه الثمن. يبقى النفس هي المفقودة، لانك اذا قلت بعته كذا يبقى كذا راح مني، بكذا يبقى جال مني، خلاص كده. ان الله اشترى من المؤمنين ايه؟ لان لهم الجنة، يبقى اداله نفسه وخد الايه. يبقى من الناس من يشري نفسه يعمل ايه؟ باعها، اخذ الثمن ايه؟ الجنة، مش كده؟ طب وان كانت بمعنى ام قال لك اشتراها بمعنى ان هو ضحى بكل شيء في سبيل ان تسلم نفسه الايمانية وعاش. ومن العجيب ان الاية دي جت وقالوا في سبب نزولها كذا وكذا، مما يؤكد انها تيجي على المعنى دي وتيجي على المعنى دي. ابو يحيى اللي هو صهيب ابن سنان الرومي، صهيب ابن سنان الرومي كان في مكة وقد كبر سنه وأسلم وأراد أن يهاجر، فقالوا له أنت جيتنا فقير وما حلتكش حاجة وعايز تطلع كده. قال لهم أإذا خليت بينكم وبين مالي أأنتم تاركون؟ قالوا نعم. قال ولكن تضمنون لي راحلة ونفقة إلى أن أذهب إلى المدينة؟ فقال لك هذا. فقالوا لك يبقى اشترى نفسه، مش كده ولا لا؟ اشترى ايه؟ استبقاها ايمانيا بايه؟ بفلوسه. شوف جت هنا ونفعت هنا ونفعت ازاي. فلما ذهب الى المدينة لقيه ابو بكر وعمر، فقالوا له ربح البيع يا ابا يحيى. كانهم يعلمون. قال وما هذا؟ قال واربح الله كل تجارتكم، ماذا حدث؟ قالوا ان رسول الله اخبرنا ان جبريل اخبره بقصتك. ان جبريل اخبره بقصتك. يبقى دي تيجي على معنى ايه هنا بقى؟ على معنى انه خد اشترى ايه؟ اشترى نفسه بايه؟ بمال. تبقى الشارة نفعت هنا ولا لا؟ هذه فايدة الأداء القرآني، إن اللفظ الواحد يجي يخدم المعنيين المتقابلين. طيب وعلى المعنى الثاني أنه باعها، طب دي اشتراها، وعلى المعنى الثاني أنه ضحى بها كده وماتوش وخد الجنة، يقول له إيه ولها برضو قصة، ونزلت عشان تخدم هذا الواقع وتخدم هذا الإيه؟ هذا الواقع. إزاي؟ في غزوة اللي هي أول غزوة في الإسلام، غزوة بدر، صناديد قريش جمعوا نفسهم، وبعد ذلك الصناديد دولي قتلوا، أئمة الكفر قتلوا فيهم، وناس منهم كتير إيه أسروا. كان ممن قتل في معركة بدر واحد اسمه أبو عقبة الحارث من صناديد قريش. ومن الذي قتله؟ واحد اسمه خبيب ابن عدي الأنصاري الأوسي، لأن أنصاري يعني يبقى من المدينة، أوسي يعني من قبيلة الإيه؟ خبيب ابن عدي الأنصاري الأوسي هو الذي قتل أبا عقبة اللي هو الحارث بن عامر. وبعد ذلك مكرت كفار قريش بالمسلمين، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إننا قد أسلمنا وإننا نريد أن ترسل إلينا قوما ليعلمونا الإيه؟ الإسلام. فأرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ 10 غدروا بهم فقتلوهم، وفر خبيب وزيد بن الدثنة، لكنه أسر. فلما أسر الجماعة اللي أسروه عرفوا أنه هو الذي قتل مين؟ أبا عقبة الحارث، فباعوه له ليقتله بأبيه. فلم يشأ أن يقتله الأول، بل صلبه حيا. فلما صلبه حيا
بعد ذلك قتله عقبة اللي هو مين؟ ابن مين؟ ابن الحارث. وترك على الخشب مصلوب. قال رسول الله في المدينة: من ينزل حبيبا عن خشبته وله الجنة؟ من ينزل حبيبا عن خشبته وله الجنة؟ قال الزبير: أنا يا رسول الله. وقال المقداد: وأنا معه يا رسول الله. فذهب إلى مكة، فلما ذهب وجد حبيبا مصلوبا على الخشبة قد مات، وحوله 40 من قريش يحرسونه، فانتهزوا منهم غرة وذهبوا إلى الخشبة وانتزعوا حبيبا وأخذوه. فلما استفاق القوم لم يجدوا حبيبا، فقام 70 يتتبعون الأثر ليلحقوا بهم، فرآهم الزبير فجاء بحبيب وألقاه في الأرض، ثم نظر إليه فقد ابتلعته الأرض. ما الإسلام ثبت إزاي إلا بمعجزات وبعد ذلك التفت إلى 70 ونزع عمامته، يعني بيبقى عاملين عمامة كده تداري شخصيتهم شوية، وراح نزع الإيه العمامة. قال: أنا الزبير بن العوام، أمي صفية بنت عبد المطلب، وصاحبي المقداد، فإن شئتم فاضلتكم، يعني تفخروني أقول لكم أنا مين وتقولوا لي أنتم مين، وإن شئتم نازلتكم، وإن شئتم فانصرفوا. فقالوا: ننصرف. قالوا: ننصرف. فانصرفوا. فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرهم بالإيه؟ بالجنة. يبقى خبيب عمل إيه؟ يبقى شرى بمعنى إيه هنا؟ يبقى شرى هنا بمعنى بقى: إن ذهبت بها إلى أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي تبقى شرى بمعنى اشترى، وإن ذهبت بها إلى خبيب يبقى باع. والذي ذهب اللي هو الزبير والمقداد وراحهم وهم متعرضين لهذه المسألة برضو يبقى باع. يبقى اللفظ الواحد في القرآن يخدم كم واقع؟ مواقع كثير. خبيب هذا اللي هو خبيب ابن عدي، قالت أمامة التي كانت في المكان المأسور في خبيب، وهي بنت حجيرة الذي اشتراه عشان يديه لعقبة عشان يقتله بابوه، قالت: والله لقد رأيت خبيبا يأكل قطفا من العنب كرأس الإنسان. شوف القطف اللي قد الرأس الإنسان دي. ووالله ما في مكة حائط أي بستان ولا عنب، وإنما هو رزق ساقه الله له. ولما جاءوا ليقتلوا خبيبا عشان تعرفوا ازاي هو بقى، قال: انظروني اصلي لله ركعتين. فصلى ركعتين ونظر الى القوم وقال: والله لولا اني اخاف ان تقولوا انه زاد في الصلاة لكي يبطئ بقتله لزدت. وبعد ذلك قال قبل ان يقتل: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. وهتف وقال: ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعا، وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزع. اخر ما قال. يبقى شرى ولا لا؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. شوف بقى المقابل هناك، ما جابش انه شرى نفسه لما يعبد، لا بيعا ولا اشتراء، هو خدها نصب كده حداقه، انما ما يضحيش
لكن في الإيمانيات قبل اللي يضحي إيه؟ يضحي بنفسه، لأن دوكها ما يجيش حاجة عشان يبيع نفسه وبابه. هو عنده حق ولا عنده ثقة في حاجة عشان يبيع نفسه بشيء؟ ما عندوش. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. رؤوف ايه العلاقة بتاعت والله رؤوف بالايه؟ بالعباد. ما دام الله رؤوف بالعباد لم يشأ الله ان يجعل ذلك امرا كليا في كل مسلم، وانما جعلها بس فلتات لتثبت صدق القضية الإيمانية. ليه؟ لأنه مش عايز كلنا نروح نموت، لأنه بده يستبقي منا إيه؟ ناس يحملوا الدعوة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعد أن عرض الحق أصناف الناس الذين يستقبلون الدعوة كفرا ونفاقا وإيمانا صادقا وإخلاصا، نادى جميع المؤمنين وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا، قلنا أن ذلك هو نداء الإيه؟ يعني يا من آمنتم بي استمعوا تكليفي. فكأننا كما قلنا سابقا لم يكلف الله من لم يؤمن به، والذي يؤمن بالله يبقى أحب الله. وما دام قد أحب الله، هل الإنسان يأتي إلى من يحبه ويعطيه ما يشقيه ولا ما يسعده؟ إذن فالتكليف من الله إسعاد لمن أحب. تكليف من الله إسعاد لمن، وإلا فلمن اللي ما أمنش به ما كلفوش، واللي آمن به كلف. ويبقى التكليف ده إيه؟ يبقى ده تكليف شرف. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كلمة كافة، أولا كلمة ادخلوا في السلم، كلمة في دي دائما تفيد الظرفية. تفيد ايه؟ الظرفية. معنى الظرفية ان شيئا يحتوي شيئا. الماء في الكوزي، مش كده؟ المصلون في المسجد، مش كده ولا لا؟ يبقى فيه ظرف وفيه ايه؟ مظروف. فيه ايه؟ مظروف. الظرف والمظروف يدل على إحاطة الظرف بالمظروف، وما دام أحيط بالمظروف ملوش جهة إيه؟ يفلت من الظرف. ولذلك يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة التمكن في مسألة الظرفية. ساعة ما يقول إيه؟ لا أصلبنكم في جذوع النخل. الصلب بيبقى إيه؟ على جذوع النخل. إنما يريد الله أن يجعل الصلب في تمكن. إزاي؟ قال لك إذا أردت أن تصلب شيئا على شيء، الشيء المصلوب بتربطه على المصلوب عليه، فإذا ما بالغت في ربطه كأنك أدخلت المصلوب في جوه. يبقى صلب شكله إيه ده؟ هات عود كبريت وحطه مثلا على صبعك كده، وبعدين هات فتلة وشده قوي، تقوم تلتفت تلاقي العود الكبريت. هذا هو المقصود. لأصلبنكم في جذوع النخلة، يعني ايه؟ صلبا قويا متمكنا بحيث يدخل المصلوب في ايه؟ في جسم المصلوب فيه. فادخل في السلم. يعني ايه؟ اولا ما هو السلم؟ السلم والسلم والسلم هو الإسلام. المادة كلها واحد. ليه؟ أن السلم إحنا بنقول ده ضد الحرب، مش كده؟ هو الإسلام جاي عشان ينهي الحرب. إزاي جاي عشان ينهي الحرب؟ أم قال لك لأنه جاي عايز ينهي الحرب بينك وبين الكون اللي أنت عايش فيه. وقبل ما ينهي الحرب بينك وبين الكون اللي انت عايش فيه، عايز ينهي الحرب اللي هتبقى بينك وبين المكون لك وللكون، تبقى في سلام مع الله وفي سلام مع الكون وفي سلام مع الناس وفي سلام مع نفسك. يبقى ادخلوا في السلام
السلم حتى يكتنفكم السلم. إله خالق للكون أنتم في سلام معه، لأنكم لا تؤمنون إلا به إلها واحدا. والكون، الكون الخاضع المقهور المسخر الذي لا يملك أنه يخرج عما رسم له، كن في سلام معه، كن في سلام مع الأرض مع السماء مع الكون. لأننا قلنا ويمكن أنتم تفتكروا أن الإنسان حين يكون طائعا يصر به كل شيء في الوجود. ليه؟ لأن الوجود طائع ومسبح، فساعة يجد إنسان هو مختار إلا أنه مسبح زيه، يصر به ولا ما يصرش به؟ يصر به. يبقى أنت في سلام مع الكون، وأنت في سلام مع نفسك، لأن سلام مع نفسك لأن لك إرادة، هذه الإرادة قهر الله لها كل جوارحك، اللي انت عايزه من اي عضو يعمله. انما اهو راض ام غير راض هذا موضوع اخر. لسانك بارادتك ينفعل، تقول به لا اله الا الله، مش كده ولا لا؟ وقال به غيرنا الله ثالث ثلاثة، وقال به غيرنا والعياذ بالله ما لا اله في الكون مثلا، اعصي في هذا؟ اذا فهو مقهور لإرادتك، يدك منفعلة لإرادتك، تضرب بها إنسان ما بتعصاش، تأخذ بها بيد إنسان عاسر ما بتعصاش، رجلك تسعى بها إلى المسجد ما تقول لك شيء لا، تذهب بها إلى الخمارة ما تقول لك شيء لا، عينك تنظر بها إلى ما أحل وتنظر بها إلى ما إيه؟ إذن فهي منفعلة لك، انفعالها لك يعني أنها تطيعك فيما تريد. ولكن أهي راضية أم غير راضية؟ ده موضوع تاني. فهي تطيعك وتلعنك، تطيعك وتلعنك. واذكروا جيدا أننا قلنا ساعة تنفك عنها سيطرة الإرادة التي سلطها الله عليها في يوم القيامة، هتشهد وتقول العين عمل بي كذا، طب ما انت اللي عملتي، ما انا كنت مقهور، انما انا دلوقتي امام السيد، ملوش ايه، مش ارادة عندي، خلاص انتهى. السيطرة بتاعت زمان. وضربت لكم مثل القائد بتاع الكتيبة اللي ذهب بها، وبعد ذلك هم بحكم القانون العسكري يطيعونا، وبعد ذلك يأمرهم بأوامر مخالفة، هم ينفذوا ولا ما ينفذوش؟ فإذا ما رجعوا إلى القائد الأعلى يقولوا ده قال لنا اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا، لأن بقى السيطرة انتهت المسألة. ولذلك اذكروا جيدا لمن الملك اليوم؟ أبدا، سيطرتك على خلاص انتهت المسألة كلها، وكل حاجة تاخدها إيه؟ تاخد راحتها وتسأر منك، وتسأر إيه؟ تسأر منك. كلك طب ما إذا عذبت؟ هي اللي هتتعذب، مش كده ولا لا؟ نقول له برضه ما انتش فاهم العذاب هو ايه. العذاب ليس لهذه الماده، العذاب للنفس الواعيه، بدليل انك اذا المك عضو من اعضائك ونمت امتنع الالم، مش كده ولا ايه؟ ساعه ما تستيقظ يجي الايه، يبقى الألم للعضو ولا للنفس الواعية؟ اتعذبي أيتها النفس لأنك أنت اللي كنت أمرة بالسوق، مفهوم ولا لا؟ ادخلوا في السلم كافة. أو أن الحق سبحانه وتعالى يخاطب الناس أن لا يأخذوا بعضا من الدين ويتركوا بعضا، يعني خذوا الإسلام كله وطبقوه معا. ليه؟ لأن الإسلام يمثل بناء أسسه معلومة وقواعده معلومة، فلا تحاول أن تأخذ شيئا من حكم بعيدا عن حكم آخر، وإلا يحدث خلل. إزاي مثلا؟ مثلا تيجي مثلا الحياة الأسرية وتلتفت تلاقي خلاف بين الزوج والزوجة، وقد يؤدي إلى الطلاق والمعارك وبتاع، وبعدين يتهموا الإسلام. نقول له يا أخي أنت بتتهم الإسلام ليه؟ هل دخلت على الزواج بمنطق الإسلام؟ إن كنت دخلت على الزواج بمنطق الإسلام
تعال قل له حاسب الإسلام. إنما أنت دخلت على الزواج بغير منطق الإسلام، فلما أصابتك الأزمة جت قلت يا إسلام هل كان عند اختيارك لمن تشاركك حياتك، هل كان مقياس الدين هو السائد عندك؟ تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين. هل ظفرت بذات الدين؟ هل ظفرت أنت بذات الدين ولا خدت مقياس آخر؟ طيب، ولما جي علشان يخطب البنت ولد احنا خدناها بالمقياس بتاع الدين؟ لا خلاص، يبقى لازم يحصل هذا. يبقى إن أردت أن تحاسب الإسلام يبقى لازم تأخذ كل أمورك بالإسلام وتظرف نفسك في الإسلام بحيث لا يشذ عنك تصرف في الإسلام. إن كنت كذلك فالإسلام يحميك من كل إيه؟ من كل شيء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.